للمزيد حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المختص بالشان الفلسطيني الاستاذ صلاح الدين العواوده. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. استاذ صلاح، الاحتلال الصهيوني يواصل هدم منازل الفلسطينيين في القدس على رغم الادانات الدوليه التي كان اخرها اعلان الاتحاد الاوروبي رفضه سياسه الهدم الصهيونيه. برايك متى تكتسب المواقف الدوليه قوه تاثير على سياسات الاحتلال الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال صعب الحقيقة. في ظل الوضع الدولي الحالي من الصعب توقع يعني موقف دولي أقوى مما هو عليه، خصوصا مع وجود إدارة ترامب المنحازة تماما والتي أصبحت وكأنها تعمل لدى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي صعب التوقع أن يكون هناك موقفا دوليا مؤيدا للحق الفلسطيني أو قادرا على لجم حكومة الاحتلال، ولا سيما ان حكومة الاحتلال الحالية هي الاكثر تطرفا والاكثر استيطانا في تاريخ دولة الاحتلال. لكن رغم ذلك المواقف الاوروبية وبعض المواقف الاقليمية كموقف تركيا لا شك انها تؤثر، وهي في وضع افضل مما كانت في السابق رغم تطرف حكومة الاحتلال ورغم إدارة ترامب. هناك ضغوط، هناك قرار في الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الاستيطان كقضية مخالفة للقانون الدولي، وهناك إدانات تصدر عن أوروبا، وهناك قوانين سنت في أوروبا لملاحقة بضائع المستوطنات وما إلى ذلك. هذه إنجازات بسبب جهود دبلوماسية فلسطينية ومؤسسات حقوقية فلسطينية وعربية وإسلامية وحتى دولية، وحملة مقاطعة تطالب بوقف الاحتلال عند حده في هذه المخالفات الواضحة والصريحة للقانون الدولي. نعم أستاذ صلاح، يعني توازيا مع سياسات الهدم الاحتلال يواصل جرائم التطهير العرقي وبناء المستوطنات لا سيما بمحيط القدس المحتلة في ظل يعني الدعم الأمريكي الواضح، برأيك كيف يمكن للشعب الفلسطيني مواجهة هذه السياسات من قبل الاحتلال ومن يدعمه في واشنطن؟ نظريا لدى الشعب الفلسطيني كثير من الوسائل لمواجهة هذه الإجراءات من الاحتلال، أولها صمود أهل القدس وهو صمود أسطوري. أهل القدس يعانون الأمرين في مواجهة الاحتلال وهم صامدون يصبرون على الجوع وعلى الحصار وعلى الملاحقات الأمنية والملاحقات المالية وعلى هدم البيوت وعلى التضييق عليهم بكل الأشكال، ومع ذلك هم صامدون. فالصمود هو النقطة الأولى وهو الخندق الأول في المواجهة، ثم يأتي تأييد باقي الشارع الفلسطيني. للأسف تأييد الشارع الفلسطيني يتتحكم فيه السلطة وقوات الاحتلال خصوصا في الضفة الغربية الأكثر يعني تأثيرا ومواجهة مع الاحتلال والأكثر يعني قدرة على إقلاق أمن الاحتلال. فالسلطة الفلسطينية للأسف تمنع الشعب الفلسطيني وتمنع القوى الفلسطينية من مواجهة الاحتلال بناء على إجراءاته في القدس والاستيطان عموما، وبسبب هذه الإجراءات أو هذه السياسة للسلطة الاستيطان يتوسع في الضفة الغربية ويتوسع في القدس وتنتهك الحقوق الفلسطينية. من ناحية أوسع، الوضع الإقليمي معروف بوضعه السيء وبسبب الانقلاب على الربيع العربي والحروب التي تقاد على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية في المنطقة، وبالتالي الوضع العربي ليس مشجعا على مواجهة الاستيطان، بالعكس هناك حملة من التطبيع المنتشرة، واليوم رئيس تشاد يزور الكيان الصهيوني ليعطيه أكثر من الشرعية وأكثر من القوة للاستمرار في مصادرة الحق الفلسطيني والاعتداء على الفلسطينيين في القدس وفي غير القدس. وأعلن نتنياهو بأنه سيكون هناك علاقات علنية قريبا مع دولة عربية لم تكن لها علاقات علنية ورسمية مع الاحتلال. أغلب التحليلات تقول بأن دولة البحرين هي من سيفتح الممثلية الإسرائيلية رسميا، وبالتالي الوضع الإقليمي والعربي ليس مشجعا للفلسطينيين وليس مشجعا ولا يبعث على التفاؤل في هذه المسألة. نعم. وهذا يعطي نتنياهو ضوء أخضر للاستمرار في غطرسه. في سياق آخر، مصادر صحفية تقول بأن قوات النخبة بجيش الاحتلال تنظم تدريب لعناصرها على سيناريوهات قتال لقتال الفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة. برأيك هل نحن بانتظار حرب قريبة في قطاع غزة؟ لا يعني التدريب أو كثرة التدريب الحرب، وإنما هناك قاعدة عسكرية تقول أن خير وسيلة لمنع الحرب هو الاستعداد للحرب. فقوات الاحتلال تستعد للحرب، وسابقا كانت تستعد لحروب تقليدية، ولكنها في السنوات الأخيرة
وتحديدا منذ عام 2006 وحرب لبنان الثانية وحروب غزة التالية، وجيش الاحتلال يركز أكثر على الصراع غير المتكافئ وعلى طرق حرب العصابات، وبالتالي على تدريب الوحدات القتالية البرية. نعم. تدريبات خاصة لحرب المدن ولمواجهة القوى المقاومة تحديدا، لأنه لم يعد في المدى المنظور هناك تهديد من جيش نظامي على الكيان الصهيوني، وإنما التهديد ينطلق من قوات أقل من دول وأقل من جيوش نظامية، وبالتالي هذا يفسر التدريبات المكثفة والمستمرة. والجيش الصهيوني تقريبا تحول كله إلى جيش مختص في حرب العصابات، وإسرائيل اليوم تصدر هذه المهارات وهذه الكفاءات وهذه القدرات في حرب العصابات والصراع غير المتكافئ حتى للعالم. هي تعطي الدروس للأمريكان وتعطي الدروس لدول أخرى في المنطقة وفي العالم، وبالتالي أصبحت دولة عصابات. الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.